الحالة الوبائية لفيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر 2020 كالتالي: هناك 487 عينة تم فحصها، 3 إصابات جديدة سجلت، 2 في مايوكي بغرب مخالطين لحالات سابقة، وحالة في مدينة جمينة، حالة شفاء واحدة، ليرتفع العدد الكلي إلى 932 حالة شفاء وصفر حالة وفاة، يبقى عدد الوفيات 79، بينما هناك 40 حالات مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 2020 10051، من بينها 265 امرأة في 16 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين إلى الهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد المكاني. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشيمي.